يا جلال يا عم حمدان. اهلا يا جلال يا ابني، تعال ادخل. مين اللي معاك؟ ازيك يا عم حمدان؟ اهلا يا احمد، ازيك؟ عمي الامانه معانا. شايلينها في ايه يا ولاد؟ لحسن يكون حد من ال طمن يا عم حمدان، مغطينا كويس بورق التوت. طب يلا يا شباب، افتحوا الصحاره اللي على الشمال قوي، رصوا فيها الامانه وغطوها بالكتب اللي على الرف. تمام يا عم حمدان. صنعنا وخزننا، عقبال بقى ما نوزع ونصهلل ونغني ونقول يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عيني يا حقنا يا رب نحلم بيه ولا نسيب العشم لما القيامة تقوم. على فكرة يا عم حمدان، أنا وأحمد خلصنا الكتاب اللي عندي وجبناه معانا أهو. ايه وعجبكم ان شاء الله؟ طبعا يا عم حمدان، ده احنا حافظين الشعر اللي فيه كله وبنقوله مع اصحابنا في الحاره كمان. البركه كلها فيكم انتوا يا شباب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استنى بقى هعمل لك مفاجاه. ايوه امسك امسك الكتاب ده، ده بقى انقح من اللي قبله. شكرا يا عم حمدان. ما قلتليش ست العرايس اخبارها ايه؟ الجهاز خلص بعون الله. الله اكبر. وكتب الكتاب يوم الخميس الجاي ان شاء الله، بس عزه مش عايزه تعمل فرح كبير. وستنا زليخه رايها ايه؟ رايها زي راي عزه بالظبط. الله 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 الله، هما مش عايزين ينفعونا ولا ايه؟ اذا ما كنتش هغني في فرح عزه وخالد، امال هغني في فرح مين؟ ده انا قاعد من الصبح تعب نفسي عشان احضر اغنيه الفرح. عموما ما تقلقوش، انا ان شاء الله هخليه احلى فرح. كنا بنقول ايه بقى؟ كله من ده كله من ده، جيت يا فرح بدون ما عنده. كله من ده كله من ده، جيت يا فرح بدون ما عنده. يلا رجالة بسرعة، يلا بسرعة، يلا دخلوا الغلاية دي جوه بسرعة بسرعة، يلا يلا. خليل الحمد لله على السلامة. خليل ماشي يا اخوي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا اخوي. ها اطمنت على اللي هناك؟ اطمنت عليهم قوي 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 والحمد لله. ما انت اتأخرت يومين عن الميعاد. اعمل ايه، دي اوامر وبنفذها، بس كلها اوامر خير. خير قوي يا اخويا. عارف يا عيسى، انا جبت لك شويه سلاح، انما ايه هيعجبوك قوي. وبعدين انا حاسس ان اللي هيحصل في 100 جهينه مش اقل ابدا من اللي هيحصل في مصر المحروسه، بس لما يقون الاوان. وهنسيبهم هنا في الخص؟ ده احسن مكان يا عيسى ممكن نخبي فيه سلاح. انت كل اللي عليك بس انك ترمي عليه شويه قش وخلاص. مين هيتصور ان مكان زي ده او خص زي ده فيه شويله مليانه خناجر؟ عارف يا عيسى، لما تحب تخبي حاجه مهمه خبيها ببساطه وربنا هو اللي حافظ. المهم قول لي،
انت عملت ايه؟ مش هتراجع يا خليل، واللي في دماغي هعمله واعلى مفخله يركبه. يا عيسى فهمني، انا ما بقولكش تراجع او استسلم، ما بقولكش ضعف. انا كل اللي طالبه منك بس شويه عقل. والعقل والقلب بيقولوا ان انا ما اتخلاش عن البنت اللي بتتحدى الدنيا كلها علشاني. الحب عمره ما كان ضد المبدا يا خليل. وانا معاك يا عيسى، الحب لما يبقى وراه مبدا بيبقى اقوى بكتير. عارف يا عيسى، اجمل حاجه في الدنيا الحب، والحب ده هو اللي بيزود كراهيتي للمماليك، لان اللي بيعملوه فينا وظلمهم لينا هو اللي بيضطرنا ان احنا نرد عليهم، وبيعطلنا عن اننا نحب، وبيعطلنا عن اننا نبني بيت هادي سعيد. يعني انت من رايي؟ ما المساله واضحه ايه، الحكايه كلها منفذه على بعضها. مفيش حياه من غير حب، وما تنفعش تبقى حياه الا اذا كانت حره كريمه. يعني وقفنا قدام ظلم المماليك واصرارنا على اننا نحرر مصر من حكمهم مش مجرد شعارات ولا هتافات، انما عشان كل واحد فينا يعيش حياه كريمه ويعيشها بحب، وحب حقيقي. شفت يا نعمان؟ جري يا رضوان، مش في كلام بيننا مفتوح ولا ايه؟ يا مؤاخذة يا جناب الملتزم، الشغل واخدني زي ما انت شايف. يعني يا راجل مفيش دقيقتين تيجي تقول لي رايك ايه في الموضوع اللي بيننا؟ ما هو يا جناب الملتزم يا رضوان، انا عارف طبعا ان الموضوع واضح وصريح ومفيش فيه كلام، لكن يا رضوان برضو الاصول اصول، والاصول برضو انك تيجي تقول لي رايك ايه، ما تسيبنيش معلق كده يا جناب الملتزم. عفا الله عما سلف يا رضوان. ها هتستلم شغلك امتى؟ ماني بشتغل اهو يا راجل. شغلك التاني؟ الشغل ده مش من وقمنا ولا من مركزنا يا جناب الملتزم. كلام ايه بس اللي بتقوليه ده يا ست الستات؟ مقامكم ايه ومركزكم ايه بس؟ مقامكم عالي وعلى العين وعلى الراس كمان. بس انت بقى بذمتك مش شايفه ان الشغل ده فيه مصلحه ما بيننا؟ مصلحه لمين يا جناب الملتزم؟ مصلحه ليكم وليا انا كمان. مصلحتنا ان احنا ما ناخدش حاجه مش من حقنا. مين اللي قال انها مش من حقكم؟ العقل والاصول يا جناب الملتزم. في ناس اقدم من رضوان بكتير واحق منه بالشغلانه. عيب يا فاطمه، رضوان ده جوزك. العيب ان الواحد ياخد حاجه مش من حقه، حاجه معروف كويس تمنها ايه. ايه يا فاطمه؟ تمن اللي بتتكلمي عنه؟ التمن اللي انت عارفه كويس واللي مهما عملت عمرك ما هتوصل له. رضوان خلاص عارف كل حاجه عنك وعن ابوك. طب يا بيت انت بتتكلمي عن ايه يا فاطمه؟ ابويا خلاص الله يرحمه. خلاص يا فاطمه، كفايه لحد كده. يا جناب الملتزم، انت طلبت مني طلب واني برفضه. انا راضي بعيشتي كده، مبسوط كده، مش عايز حاجه زياده. يا رضوان انت بترفض تبقى رئيس مفر؟ ايوه برفض يا جناب الملتزم، في ناس حق مني بكتير وهيوافقوا على الشغلانه دي من غير ما هي. بقى كده؟ ايوه كده اهو. ايه هتطرده من نعيمك عشان مرضيش يبقى رئيس المفر؟ لا مش هطرده يا فاطمه، وزي ما قلتلك قبل كده انت وش فقر. جات كل هم نسغم. ايوه يا سيدي. ايه ما لسه بدري، ولا فارس الغرام ماسك فيكي لغايه دلوقتي؟ هي مولاتي خارجه ولا ايه؟ مولاتك مستنيه اميره الحب، مستنياكي يا نور العيون. وانا في خدمتك يا مولاتي. اسمعي بقى يا جلشان، انا سايباكي تتمتعي وتهني قلبك، وعامله نفسي مش واخده بالي وانت بتخرجي كل يوم والتاني من الجناح الحريم وترجعي وقت ما انت عايزه. سامحيني يا مولاتي قارمان، سامحيني مولاتي، مولاتي أرجوك. نادر يا جلشان، مش أنا اللي دليتك عليه وقلتلك إن السلطان استدعاه من اسكندرية واجري دوري عليه في المقر السلطاني؟
يعني انا اديتك فرصه انك تبقي غير الجوار اللي نايمين دول اللي ممكن اي حد يطلبهم وفي اي وقت ويبقوا تحت الطلب. انا اديتك فرصه كبيره انه يبقى لك راجل خاص بيكي. ده جميل كبير قوي يا مولاتي وانا بشكرك عليه. بس اشكرك عليه وبس؟ مولاتي تؤمر. هتعملي ايه يا جلشان تردي لي بيه الجميل ده؟ هو من امتى مولاتي بتاخد رايي في حاجه هتأمرني بيها؟ يعني انتي موافقه على اي حاجه؟ كل اللي في استطاعتي يا مولاتي. حتى لو ما كانش في استطاعتك برضو هتنفذيه. ازاي؟ لما تعرفي ان التمن هيكون نادر، يا اما تبقي معاه يا اما تنحرمي منه. مولاتي انتي عارفه جل بهار كويس قوي وممكن تعمل ايه. كلمه عند مولانا السلطان تخليه ينقل الفارس بتاعك ده على الشام، ومش هتشوفيه تاني طول عمرك. انا في عرضك يا مولاتي. انتي عارفه نادر بالنسبه لي ايه؟ ده هو العمر الجميل اللي كتب لي. يعني تنفذي كل اللي هطلبه منك. حاضر انفذ. قايد باي لازم يموت يا جلشان، وانت اللي هتقتليه بايديكي. ايه؟ ابوس رجلك يا مولاتي، ابوس رجلك. عارفيني المصيبه دي ما عادش ينفع. ليه؟ لانك خلاص عرفتي كل اللي في دماغي وبقيتي شريكه فيه. يا اما تنفذي يا اما تنتهي، حاجتين ملهمش تالت. بس يا مولاتي اللي انت بتطلبيه ده، ده شيء فظيع، ده شيء فظيع جدا. ولائك ليا لازم يبقى من غير حدود. ولائي ليكي مفيش شك، وانا عمري ما رفضت لك طلب، بس ده فيه دم. ودم مين؟ كرسي السلطنة من حقي ولا لا؟ حقك يا مولاتي، بس بالشكل ده؟ بأي شكل وبأي تمن. كلهم وصلوا كده من ساعة شجر الدر، ومن قبلها ومن بعدها. الطريق للعرش دايما مفروش بالدم. لكن يا مولاتي انتهى، مفيش كلام زيادة عن كده. لحد من الجواري البصاصين اللي زرعيهم وسط الحريم يسمع. طبعا انتي مش محتاجة ان احذرك واقولك ان اي حرف من الكلام ده ما يوصلش النادر. ايوه طبعا طبعا، بس يا ترى مولاتي في تخطيط معين كده مرتباله؟ بكره هاخدك في جناين القلعه ونتمشى شويه، وهقولك بالظبط هنعمل ايه خطوه بخطوه. حاضر، تحت امرك يا مولاتي. يلا روحي نامي واحلمي بنادر. فارس قوي نادر، زي ما هو قوي في فنون الحرب قوي في فنون الغرام، مش كده؟ يلا روحي نامي. لا لا، ما شفتش عبير؟ قاعدة هناك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ترى مين صاحب النصيب اللي دماغه هتتدفى؟ واحد رايح جاي في بحر النيل، لا همه حر النهار ولا برد الليل. وهو عمره ما هيحس بالدفى إلا لما يلبس الطاية دي. وانا بغزلها الدفى اللي في قلبي كله حطيته فيها. يا عبير، كل مرة بشوفك فيها يبقى عندي سؤال محيرني عايز اسأله لك، لكن الظروف ما بتسمحش. سؤال ايه يا خليل؟ يا ترى انت مش ندمانة على عيشة العز والقصور اللي سبتيها وجيتك هنا وسط البهليل وفي السرداب؟ انا كنت ندمانة على حاجة واحدة بس، اني ساعة ما هربت من القصر الظروف ما ساعدتنيش اخد معايا صندوق مجوهرات بازلة. ما كنتش عارفة هعمل ايه،
الصندوق ده كان هيأمن لي حياة جديدة. طب دلوقتي؟ دلوقتي أنا حاسة بالأمان كله من غير لا صندوق ولا مجوهرات. تعرف يا خليل، أنا حاسة أني ببتدي حياتي من جديد، حياة حقيقية، لأني حاسة فيها بطعم الحرية. والإنسان من غير حرية ملوش حياة. يا عبير، ده انت اللي جواك كبير قوي، يظهر من كتر الويل اللي شفتيه. ما صدقت جيت هنا وسط البهليل ورميت نفسك في حضن ستنا، وهو ده اللي مديكي احساس بالامان. كانك شايف اللي جوايا يا خليل. انا مش شايف اللي جواكي وبس، لا، انا كمان شايف اللي جوايا، وكاني واقف قدام مرايه، لان ده بالظبط نفس اللي حسيت بيه وما جيت هنا ولبست هدمة البهليل. حسيت انك زاهد في الدنيا؟ زاهد في الدنيا ممكن، لكن مش هاجرها. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي عشان نطلع الخير اللي فيها على قد ما نقدر، لحد ما نقابل وجهي كريم. الظاهر قعدتك في متجوهينة هتخليك فيلسوف. يا ستي ولا فيلسوف ولا حاجة، المسألة ببساطة، ازرع خير يطلع خير، عيش للناس التانيين ولو شوية زي ما بتعيش لنفسك، بس هي دي كل الحكاية ببساطة. ياه، ده معنى جميل وبسيط للحياة. ويا ترى ناوي تقعد في متجوهينة على طول؟ زي ما بتقول ستنا، لما يكون الأوان، وأنا أواني لما يغور بظلم. عشان كده لازم أساعد ستنا والبهليل يوصلوا له بأي شكل، يسجنوه، يقتلوه، يريحوا الناس من شره. أنا وإنت وعزة وناس كتير غيرنا تكوب نار بظلم. يا ريت يا عبير تعملي كل اللي تقدري عليه عشان نوصل له، لأن مفيش حد فينا ملوش طار عند بظلم. اختفى؟ اختفى يعني إيه بين البصاصين؟ يا مولاي السلطان، اللي سمعته في بيت الوالي واللي حكيته لعظمتك، أعتقد إن الأمور دلوقتي واضحة وسببها معلوم. تعرض الأمير بظلم لمحاولة قتل فاشلة خلته يخاف من إنها ممكن تتكرر تاني، وإن إن إيه؟ اتكلم من غير تردد، ما بحبش المترددين. أعتقد إن الأمير بظلم شك في إن القلعة كانت ورا محاولة القتل دي. السبب؟ طموح الأمير بظلم ما كانش ليه حدود يا مولاي السلطان، وإحساسه المريض بإن هو أحق بشرف العرش خلاه يبقى قلقان من أي تصرف حواليه. ثم إن صندوقه المشهور كان دافع كبير لأنه يهرب، على الأقل يطلع كسبان. ما شاء الله ما شاء الله، والله أنت عالم، عالم حقيقي يا كبير البصاصين. قل في حاجة تانية؟ في الحقيقة يا مولاي أنا لازم أسأل عظمتك، أستفسر عن اللي هيتم بعد اللي حصل. بخصوص ايه؟ بخصوص شؤون ولاية القاهرة يا مولاي. شؤون الولاية، الموضوع ده سابق لأوانه، هيتحسم في الوقت اللي يحدده السلطان. يعني؟ يعني كل شيء طبيعي وتحت إشرافك لغاية لما تجيلك أوامر جديدة. مفهوم؟ طبعا مفهوم يا مولاي السلطان، طبعا مفهوم، طبعا مفهوم، طبعا. استنى، تعال هنا، اركع قدامي وقول لي كل التفاصيل اللي كنتوا شغالين بيها انت والحشرة الهربانة اللي اسمه بظلم. تعال هنا اركع. كلم. بتقول ايه يا احمد؟ هرب؟ بظلم هرب من قصره؟ انت متاكد من الكلام ده يا احمد؟ طبعا متاكد يا معلم خالد، انا ويوسف من ساعه ما قعدنا واتفقنا مع الست زليخه على الموضوع ده واحنا مراقبين اخباره وتحركاته اول باول. عيننا ما سابتش لا دار ولايه ولا دار قضاء ولا ديوان البص ولا طريق القلعه كمان. انا مش قادره اصدق، معقول احمد اخويا كبر وبقى بيعمل كل ده؟ كلنا لازم نكبر يا عزه. انت لما اتخطفتي
مش استحملتي عذاب ما يستحملوش رجاله كبار، وهروبك من عند بظلم ووصولك لغايه هنا مش شفتي فيه اهوال؟ بس هروب بظلم ده مش عادي، مش ممكن يكون خرج بره مصر المحروسه بحالها، بس دي هتبقى كارثه وكده هيعطل لنا كل اللي كنا ناويين نعمله. ممكن بقى تسيب لنا الموضوع ده واحنا هنتصرف فيه؟ انتم مين؟ انا ويوسف وبيت الشباب. هو انا ايه اللي يبعدني؟ اللي هتبعدك اهي. انا يا احمد ليه؟ انا حصل مني حاجه؟ تنسيتوا ان فرحكم بكره ولا ايه؟ وبعدين انا مش عايزكم تفكروا في اي حاجه خالص غير في الموضوع ده وبس. الخيميه كلها مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر. والله يا احمد انا كمان مستني اليوم ده بصبر اكتر من صبر اهل الخيميه كلهم. هما 3 ايام هنسيبكم تفرحوا فيهم، وبعديها هتلاقونا جايين نخبط على باب بيتكم ونقول لكم بقى على راي ستنا زليخه. اصحى يا نخلتين في العلالي يا بلاهم دوا، يا نخلتين على نخلتين طرحوا في ليالي الهوى. ابو الخيل لصاحبي مزاجه عالي العال. الحمد لله يا سيدي كله بفضل الله. اللي يشوفك من يومين يتخض من شكلك وكلامك. سبحانه وتعالى بين النهار والليل يغير من حال الى حال. على الله تكون احوالك كلها اتغيرت. الحمد لله. انت بتتكلم جد يا خليل؟ خلاص يا عيسى انا اقتنعت بكلامك. احنا لازم نفضل موجودين هنا. دورنا لازم يفضل موجود في ميت جهينة. وانا كان عليا ان شاء الله يتقطع نفسي ما بين مصر وميت جهينة. غريبة. هي ايه الغريبة؟ السرعة اللي انت اقتنعت بيها. ما كانش بايدي بس ربنا هو اللي اراد. تقابلتها؟ ليمين. اللي القلب ارتاح لها وارتاح معاها الباقي. مدد. مدد يا عيسى يا اخويا مدد. ويمين بنت الحلال. حاجة كده يا عيسى لا على البال ولا على الخاطر. لكن ربنا هو اللي اراد. وطبعا ستنا عارفه. ومن غير ما حد يقول لها. طب ما انت اوعدك هنا في ميت جهينه. في ظلم ليها وليه؟ لا. هي مقدره كل اللي احنا بنعمله لانها مننا. ربنا يتمم لك بخير. خير. احنا بالذات البهليل وكل اللي بيقاوموا المماليك ويقاوموا الظلم. خيرنا لا يمكن يتم الا اذا تم للبلد بحالها. وزاح عن مصر الغمه. محسوبة يا عيسى. مغامرة ايه؟ انك تتحدى ادريس في الوقت ده بالتحديد غلط، خصوصا بعد ما كلم والي الجيزة، ووالي الجيزة بنفسه طلب ان احنا نرحل. يا خليل انت هتخليني ازعل منك ولا ايه؟ عايز تقول ايه يا عيسى؟ عايز اقول ان ادريس ده كذاب ولا تاخدلوش كلمة. قصدك تقول يعني انه ما كلمش والي الجيزة وان دي حركة كده تهويش يعني؟ لا هو ممكن يكون كلمه ويكون الوالي سمع له فعلا. بس اسمع له ايه؟ فض مجالس. انت عايز والي الجيزه بجلاله قدره يفضل الكلام ده؟ الراجل مشغول بالتجاره عايز ينهب منها على قد ما يقدر قبل ما ينفوه او يخلعوه. حتى لو كان اللي انت بتقوله ده صحيح يا عيسى برضه الموضوع ما يطمنش. ممكن تتنطر كلمه كده ولا كده وسرنا يتكشف ويبقى كل اللي احنا بنعمله ده هيروح في الهوا. انت محمل الموضوع اكبر من حجمه بكتير يا خليل. ويعرفونا منين؟ ايش عرفهم ان 2 دراويش مجازيب مطلوبين في عمليات ضد المماليك في مصر؟ شيل الموضوع ده من دماغك خالص. طب ايه رايك؟ انا عندي حل تاني. حل تاني ايه؟ اننا فشلنا قدام ادريس؟
نبقى عارفين انه بينهب وينهش في البلد ونسيبه؟ أسيب لواحظ؟ لواحظ اللي حسيت معاه بمعنى الوجود؟ والله معك حق يا عيسى، رغم من كل الغلب اللي احنا شايفينه وعايشين فيه، لما الواحد بيلاقي حد واقف جنبه وحسسه بالأمان بيتحمل الغلب أكتر وأكتر. شفت بقى إن أنا ما كنتش غلطان، وإنت كمان ما كنتش غلطان في إحساسك بعبير. عبير، اسمع، أنا بكرة لازم أنزل الخيامية، لازم أحضر فرح عزة، وبالمرة تشوف عبير. بس أنا ما تقلقش، ست البهليل مجهزة كل حاجة، الفرح هيكون في السرداب، يعني إن شاء الله بإذن الله كله هيبقى في الأمان. ما هو مش معقول ما أحضرش فرح أختي. من بعد إذنك يا ستنا إحنا كده تأخرنا. اتأخرنا على إيه يا ست العرايس؟ على إننا نكشف السر، نقول له الحقيقة. يا ستنا أنا فرحي بكرة، فرحي على خالد ابن البلد الجدع الشاه اللي ما يستاهلش ابدا انه يتفاجئ او يتخدع. مين جاب سيره الخديعه؟ ما هو انا لما اخبي عليه ابقى بخدعه. انا لما عرفت حكايتك قلت كل شيء باوان، وانا عارفه بعمل ايه. سيبيلي انا تقدير الوقت المناسب. الوقت المناسب؟ الوقت المناسب ما هو فات خلاص، ما عادش فاضل غير ليله واحده. كفايه قوي، ممكن الدنيا تتغير في غمضة عين. ربك لما يريد يغير كل شيء في لحظة واحدة. انت مش مؤمنة؟ هو انا عايز فاضل لي حاجة غير الإيمان؟ يبقى فاضل لك الدنيا كلها. اللي يرمي حموله على الله مش ممكن يتعب ولا يتوه. بس انا مش عارفة اتصرف ازاي. عزة، انتي بنتي وخالد ابني. المعارك اللي خاضها خالد ضد المماليك في الشوارع والحواري، وتخزين السلاح في اكتر من مكان، وتوزيعه على اللي بيقاومه، والتخطيط والتنفيذ، خلى خالد يتدرب على التحمل، تحمل اي شيء وكل شيء. عشان كده بقولك ارمي حمولك على الله وسيبيلي انا الموضوع ده. ايه النور ده كله؟ يا مرحب، ستنا في بيتي، حصلت لنا البركه. طبعا جايه تباركلنا المطرح قبل ما نتجوز. يا بختنا بيك انا وعزه. انا الاوان يا خالد، وما كانش ينفع استنى. اهم امتحان في عمرك. مهمة جديدة؟ امتى؟ طب ده انا ممكن اطلب من عزة ان نأجل الفرح. عزة جاهزة لفرحكم بكرة، وكلنا بنجهز لليلة دي، ليلة الخيامية والبهاليل ورجالة المقاومة، ليلة المحروسة كلها. يبقى هنأدي المهمة امتى وازاي والفرح بكرة؟ الا اذا كانت المهمة بسيطة. لا، المهمة مش بسيطة مهما كانت يا ستنا، احنا كلنا تحت امرك. اسمع يا خالد، احنا لما بندخل معركة ليه ربنا بيوفقنا فيها؟ عشان بندخلها واحنا حاطين رؤوسنا على كفوفنا ونفسنا نقول شرف الشهادة. ولما يكون ربنا لسه ما قردش وما جاش معاد الشهادة، والإنسان اتصاب أو انجرح في معركة شريفة وهو بيقاوم، والجرح ده سبب له ألم، مهما كان الألم الجرح ده بيبقى وسام. كده يبقى اني الاوان. اموريني يا ستنا، انا وسلاحي رهن الاشاره. المهمه فعلا محتاجه سلاح، وسلاح جواك عراك ما بينك وما بين نفسك قبل ما يكون مع غيرك. ده لغز يا ستنا، وهيتفسر وانت اللي هتفسره، لانه يخصك ويخص الحبيبه اللي مفيش في القلب اعز منها. مصر؟ معلوم، مصر جواك وجوانا كلنا، بس الحبيبه اللي تخصك انت لوحدك. عزه يا خالد. عزه،
مالها عزة؟ اطمن عزة بألف خير. اهدى بس كده واسمعني، بس ما تنساش انك قلت ان جرح الانسان في معركة وهو بيقاوم وسام، وسام الشرف الحقيقي. هي دي النظرة اللي أنا كنت خايفة منها. أنا مش بس كنت خايفة، أنا كنت مرعوبة. والنظرة دي هي اللي خليتك تخبي وتشيلي الهم جواكي لوحدك طول الوقت ده؟ لا يا خالد، أنا كنت مأمورة، واحدة من أتباع اللي عايشين تحت أمر ستنا. ما أنا قلت لك يا خالد أنا اللي منعتها، أنا اللي قلت لها سيبيلي الميعاد. خالد، محدش يقدر يمنعك انك تتراجع، ولا حد هيلومك لو نهيت الارتباط ده. وتفتكر ان ده هيريحني؟ اكيد من حقك انك تتجوز البنت البكر، حلم اي شاب، حلمك الكبير اللي شفته في عينيك لما شفتني وشفتك اول مرة. ومين قال ان في حاجة اتغيرت؟ انت عزة لساك الحلم ده. انت مستغربة ليه؟ انا كنت متأكدة ان خالد راجل بجد، مش بس عشان جدعنته وشهامته، لكن لانه عارف ان الشرف مش مجرد جسم، الشرف معنى ما يعرفوش الا اللي متمسك بيه، والغصب ما يلوث الشرف، الغصب يزيدنا إصرار على الانتقام. وإلا كانت مصر نفسها فقدت شرفها باللي اغتصبوها قبل كده ولحد دلوقتي، وده مش حقيقي. مصر الشريفة ما تلوثتش، لأنها قاومت زمان ولسه بتقاوم. انتي ليلادي في حضني، والليلة الجاية هتبقي في الحضن الكبير اللي هيساعك ويساع كل الهموم اللي انت شلتيها من ساعة ما قطفوك لحد دلوقتي. ولما تيجي ساعة الانتقام، خالد مش هينتقم لك انت لوحدك، هينتقم لكل البنات اللي اتاخدوا غصب. يلا يا عريس، عزة من ايديك العافيه.